في الصف الواحد وفي اتخاذ القرار الذي سعيد. الآن الرئيس المصري مستقبلا من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مرحبا به ويتجه إلى مكان انعقاد هذه القمة، القاعة المخصصة لهذه القمة. حديث جانبي بين سمو ولي العهد والرئيس المصري والأمين العام لجامعة الدول العربية.